يا هلا فيكم في ترند. ما زالت وزارة الداخلية تغرد على تويتر برسائل توعوية للمواطن والمقيم، فقد نشرت تغريدة علقت فيها قائلة: عزيزي المواطن والمقيم، يجب الالتزام التام بكامل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يعد ذلك واجباً مجتمعياً بالدرجة الأولى. الإجراءات القانونية تستهدف في المقام الأول سلامة الفرد من منطلق أن حمايته لنفسه حماية لمجتمعه. دكتوري أول منصة للاستشارات والرعاية الطبية عن بعد في البحرين، تسمح للمرضى بالتواصل مع الأطباء في جميع أنحاء العالم عبر مكالمات الفيديو خلال ثواني وبكل خصوصية، وتقدم المنصة في الوقت الحالي خدمات الاستشارة أو الاستفسار لجميع الأشخاص عند طلبهم فيما يتعلق بفيروس كورونا، وضم المنصة نحو 70 طبيب من مختلف المستشفيات والعيادات. من بين مئات الصور اللي تقدمت للمشاركة في المسابقة العالمية للمهرجان الدولي للتصوير صور من المنزل اللي نظمها المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في أسبوعها الأول، نالت حنان رجب من البحرين جائزة المركز الثاني وقدرها 750 دولار أمريكي. وتحاكي المصورة الحائزة على المركز الثاني من خلال صورتها اللي تحمل عنوان أمنية الوضع الحالي اللي عيشه ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكشف أمنياتهم بالخروج من المنزل للعب. بسبب زيادة الطلب على أجهزة التنفس الصناعي مؤخراً نتيجة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم، أطلق موقع وادي العباقرة وبالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مسابقة عبر منصة إلكترونية لتطوير حلول تقنية مبتكرة مفتوحة المصدر ومجانية لتصميم وتصنيع جهاز تنفس اصطناعي OSV هاكاثون، يهدف إلى تطوير حلول تقنية وأفكار مبتكرة مفتوحة المصدر ومجانية لتصميم وتصنيع جهاز تنفس اصطناعي محلي يتسم بالدقة والبساطة وسهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة. والمسابقة انطلقت من السعودية وتستمر إلى تاريخ 8 مايو 2020. عرض جوي مذهل باستخدام 300 طيارة درونز كتحية للكوادر الطبية في مدينة شوهاي جنوب الصين بعد انتهائهم من فترة العزل الصحي وعودتهم من مقاطعة هوبي، حيث أدوا عملهم بمستشفياتهم لمواجهة فيروس كورونا. انتابع. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام آخر حلقة من برنامج ترند لهذه الدورة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل ونقول لكم مبارك عليكم الشهر الفضيل ونلقاكم على خير.